بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. قومی یکجہتی کانفرنس کے عنوان سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. میں اس اجلاس کے باضابطہ آغاز کے لیے ہماری ریاست کے معروف قاری قرآن مولانا قاری عبدالہادی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک کے ذریعے اس مبارک، حساس اور اہم کانفرنس کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فسواك فعدلك.
وَمَا